في ليلة تاريخية ووسط أجواء احتفالية وحضور جماهيري كبير، احتضن مسرح محمد عبدو أرينا في بوليفارد الرياض سيتي الاحتفال الخاص بتكريم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد تحقيقه لوصافة بطولة كأس العالم للأندية 2022 الذي نظمته وزارة الرياضة والهيئة العامة للترفيه. يا جمهور الهلال، اليوم نحتفي ونكرم وصيف كأس العالم للإيش؟ طبعاً يقول لأنك هلالي دائماً إيش؟ ولذلك اليوم حنكرم كل أعضاء الهلال. اليوم الهلال ولله الحمد مثل المملكة خير تمثيل، وصل لمباراة نهائية كانت يعني في ظروف جدا كانت صعبة قبل السفر لهالبطولة هذه، لكن دائما وابدا ما عودونا رجالات الهلال وقيمة وشخصية نادي الهلال تحضر بمثل هذه المواقف. كان بالإمكان ان احنا نظهر ونكون وضعنا افضل من هاللي ظهرنا فيه، لكن اللهم لك الحمد، اعتبرها انا مشاركة جدا ممتازة والقادم احلى وافضل باذن الله ان شاء الله. الاحتفال بأبطال الفريق الأزرق بدأ بكلمة لعدد من اللاعبين الذين عبروا عن شكرهم للجماهير الهلالية لما قدموه من دعم خلال المشاركة في البطولة، مؤكدين بأنهم لن يتوقفوا عند هذا الإنجاز ويطمحون لتقديم الأفضل فيما هو قادم لإسعاد المدرج الأزرق. أول شيء مبروك لنا جميعا، مبروك للمملكة العربية السعودية هذا الإنجاز، مبروك للملك سلمان ولي العهد على هذا الإنجاز اللي الشعب يستحقه، واللي إحنا ماشيين على نفس رؤى ولي العهد 2030. فأول شيء مبروك لكم، تستاهلون، مبروك لهذول الأبطال اللي شرفوا المملكة العربية السعودية قبل أي شيء، وشرفوا الجماهير السعودية كلها ليس بس الهلال، ويستاهلون هذا الإنجاز، ويعطيكم ألف عافية وشكر مرة ثانية لهذول الأبطال واللعيبة، وشكر للإدارة. ألف مبروك لكم صراحة، وكلمة شكر لن توفيكم أبدا، لأن هذا الإنجاز لم يحسب لنادي الهلال بس، يحسب للمملكة العربية السعودية. ورحنا ومو بهذا كان طموحنا الثاني صراحة، كان طموحنا الأول ونبقى دائما الأول. ألف مبروك لكل من عمل في هذا النادي صراحة، وشكر خاص للعيبة اللي صدق آزرونا ورغم إصاباتهم تحملوا على إصاباتهم ولعبوا معنا، وشكر للإدارة، وشكر للمدرب، وشكرا لكم، وشكرا للجمهور اللي آزرنا في المغرب صراحة. Acho que esse clube é grande não só pelos títulos mas por causa do torcedor que aqui tem. يعني نادي الهلال الحمد لله نادي كبير ليس فقط بلاعبيه وإداراته لكن بجمهور العريض. E quando você tem tantos fãs assim só dá mais força mais vontade para que a gente possa conseguir mais e mais para que eles possam desfrutar disso tudo. طبعا واحنا كلاعبين لما يكون عندنا جمهور عظيم مثل هذا الجمهور هذا هو الوقود اللي احنا ناخده ونستخدمه في الملعب عشان نشرفكم ونبيض وجهكم. اكيد على الورق que se merece que es lo más alto. اشكركم على الدعم، اشكركم على الحضور، نحن لن نقف عند هذا الانجاز التاريخي اللي يحسب للكره السعوديه ونادي الهلال، سنستمر بالعطاء حتى نضع اسم هذا النادي الغالي مكانه الطبيعي فوق. بدوره قدم المدرب الأرجنتيني رامون دياز شكره للإدارة واللاعبين وللجماهير، معبرا عن سعادته بهذا الإنجاز وافتخاره بما قدمه نجوم الفريق الذين أثبتوا أن الكرة السعودية باتت اليوم تقارع نظيرتها العالمية. طبعا نشكر الجميع على الدعم الكبير والمساندة التي حصلنا عليها خلال هذه المنافسة. Solo palabras de agradecimiento porque estos jugadores respondieron ya sean en lo táctico, en lo físico, en lo mental y saber que están representando a un país que es Arabia Saudita. أنا فخور جدا
فخور جدا وسعيد جدا بما قدمه هؤلاء الأبطال داخل هذه المنافسة. رفعت رأسنا كنادي هلال، رفعت رأسنا ككرة سعودية. شكرا، لا أملك إلا الشكر والتقدير على المجهود الخرافي اللي قدموه. شكرا. Y que sepan que Arabia Saudita, todos los jugadores y todo el fútbol árabe puede competir a nivel internacional como lo hizo Al Hilal. خلال كأس العالم الأندية أثبتوا هؤلاء الأبطال وأثبتت السعودية أنها ممكن أن تقدم كرة قدم تقارع بها الكبار في عالم كرة القدم. وفي ختام الاحتفالية تغنى نجوم الفن فؤاد عبد الواحد وراشد الفارس وماجد المهندس بالفريق الهلالي وسط تفاعل الجماهير الهلالية الحاضرة. من يراهن فيك ما يخسرها المطر حنا كنا ولا زلنا لا رفرف ازرقنا يحجب شعرنا.